اخوي بالله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الكثير كثير منكم يسألني اين هو الفيديو الجزء الثاني والتجربة متاع الاختراع، المكنة اللي بتقطع كل شيء بسهولة، واللي صنعناها مع بعضنا في الورشة بانفسنا لوحدنا وبتكلفة ارخص بكثير من المصانع، مع انه مكنة مثل هذه تقطع كل شيء ما هيش موجودة في المصانع. اما تشتري مكنة تقطع سيراميك او مكنة تقطع حديد او تقطع خشب، احنا عملناها بالكل مع بعضهم كما تعرفوا، ووريتكم طريقة الصناعة في الفيديو السابق. اللي ما شافوش يقدر يمروا عن طريق الدائرة البيضاء اللي تطلع الان على هذا الفيديو، او كذلك الرابط في علبة الوصف. اليوم ان شاء الله مش نشوفوها ومش نجربوها مع بعضنا. الوحدة هذه اللي تشوفوا فيها هي وحدة الدفع متاع المياه اللي مش تنزل بها من هنا في هذا الوحدة هذه، في يعني الوحدة هذه، والوحدة هذه منها بتطلع الماء ويمر مع السكة هذه، مع السكة هذه، وينزل إلى الديسك باش يقوم بالتبريد متاعه عند قص الحجارة وغيره. بالنسبة للقص متاع الحديد نقدر حتى نقصوه بواسطة نفس الوحدة، الوحدات هذه السيور اللي شوفوا فيها ملصقة على الحديد هي الوحدات هذه، الوحدات هذه هي تلصق لوحدها لما تشيل منها الواحد هذا من الناحية الأولى
كما تشوفوا لهنا، هي معناتها مصنوعة من الكاوتش والريزين. علاش عملتها؟ حتى لما نخلي القطعة نتاع السيراميك أو غيره نقدر بدون أن نمسكها بإيدي نقطعها وما تهرب عليا، كما شفتوا في القطعة نتاع الأجرة اللي قمت بالقطعة نتاعها في الشارع. إذا كان ما نحتاجش إني نقوم بعملية القص نتاع الأسمنت الخرسانة أو هذا الجليز نتاع الشوارع أو السيراميك أو الرخام أو غيره اللي يتقص بالماء، ومش نقص مثلا حديد، نولي نطفي الوحدة نتاع الماء، نفرغ الصندوق ونشتغل بدونها هي، لأن الماء مش لازم في الحديد كما تعرفوا. بالنسبة للوحدة هذيك اللي تشوفوا فيها الآن، بوريها لكم كيفاش تقص بها أي زاوية تحب عليها. لهنا أنا عندي هي تقريبا زاوية 90، تو بقص بها قطعة الحديد اللي هي هذه إن شاء الله، ومن بعد نرجع ونحولوها زاوية 45 أو 30 أو اللي تحبوه انتم. الوحدة هذه إخواني هي كما تشوفوا لهنا، من هنا نقدر نعدل بها هكذا المسطرة نتاعنا تمشي أمام وتحت، فهمتوني؟ ومن هنا القرص هذايا محفور له في البرغي في وسط الحديد حتى يدور، وفما قرص ثاني داخل هنا يعني تدور مثل المنقلة. مثلا نفتحها لهنا بالطريقة هذه، إذا كان مش نفتحها هكذا نقدر نقوم بتدويرها الزاوية اللي نحب عليها أنا، فهمتوني ظهر لي يعني هكذا، هوب 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 الزوايا نحب عليها، ونقوم بالتثبيت نتاعي. بالنسبة إلى الحديد قصيناه، مش نمشيه الآن إلى الخشب إن شاء الله. شوفوا إخواني بالنسبة للفتحة هذه، الفتحة هذه يركب معاها يعني، بالنسبة للفتحة هذه، الفتحة هذه يركب معاها الشفاط باش يشفط منها يعني الغبار وغيره. اتش دي اف هذايا ماهوش مستوي كما تشوفوا، مقصوص بطريقة غير جيدة. الآن إن شاء الله بنستويه بالمكنة. كيما تشوفوا اخواني القطعة اللي ماهيش مستقيمة خلاص شلناها وصار عندنا قص مستقيم، والنتيجة اللي عجبتني انه القص نتاعو ما فيهوش وحيد يعني تشققات في الخشب. شفتوه القص نتاعو ما فيهش ولا هذه الناحية اللي كانت موجودة من الأول، وهذه الناحية اللي قصيناها، وهذه القطعة اللي قصيناها. شفتوه القص ما فيهوش تجرحات على الـ HDF. الخشبة هذه إن شاء الله كذلك نجربوا عملية القطع متاعها ميلامين. هذا هو القص متاع المكنة إن شاء الله. باهي يا اخواني لهنا، من بعد ما انتهينا من العمل متاع القص هكذا للقطع اللي الطول متاعها في حدود 1.50 متر مثلا، شنو مش نعمله؟ باش نقوموا بقطع مثلا ورقة طويلة لازمنا نمروها في المكنة. كيفاش راني باش نوريكم؟ كيما فهمكم نطلع المحرك نتاعي هكذا ونجي لهنا، عندي الوحدة هذه شفتوها، الوحدة هذه نقوم بالفتح نتاعها ان شاء الله. ونسحبوا بعد ما نشيلوها المكنة نتاعنا بالطريقة هذه، هوب لهنا في زاوية 90 المكنة متاعنا عندها مكان ثاني تتثبت فيه يعني بالطريقة هذه. ولهنا اخواني مش نستعمل الطاولة الثانية اللي تركب فوق الطاولة هذه باش يمر عليها الخشب اللي مش نقصه. الان بوريكم كيف. اول حاجة نفهمها لكم هي انه تصير الوحدة هذه تتحرك هكذا، الوحدة نتاعنا هذه. الآن دورت المكنة نتاعي كما شفتوا لهنا، مش تصير كيفاش؟ مش تصير الخشبة هذه ركبتها على الوحدة هذه، الخشبة هذه نقصيتها بالضبط بمقاسات المكنة وخليتها كما نقولوا احنا يعني ريزيرف، وقت اللي نحتاج إني نقص أوراق فقط. كيفاش نعرف المقاس نتاع التركيب نتاعها مع الطاولة؟ عندي اثنين براغي، برغي لهنا، برغي هذايا وبرغي اخر من هناك. البراغي هذه هي اللي لما تدخل في الثقوب الموجودة في الحديد يعني الخشبة مسكت مكانها بالضبط.
لهنا عندي فوق منها الحديدة هذه، الحديدة هذه هي المسطرة متاع القص. كيفاش ركبت المسطرة متاع القص وعملتها مستقيمة؟ سهل ياسر، سحبت الرأس متاعي هذا للآخر، سحبت الرأس متاعي إلى الآخر حتى لين أخليت الحديدة هذه معاه متوازية بالضبط. مفهوم؟ مفهوم. من بعد شفتوه بالضبط. من بعد شعملت من فوق، من هنا لحمت حديدة مع الهيكل هذايا اللي من فوق، لحمت حديدة مع الهيكل اللي من فوق. الآن بقرب أوريها لكم. الحديدة هذه مش تكون هي السهم هذايا، قصيتها على شكل سهم وركبت لهنا وحدة متاع متر قديم، سنتيمتر قديم، يعني فيه الأرقام، فيه المسافة. الآن بوريها لكم لما بقرب الكاميرا. وخليتها بالضبط على الصفر لهنا، لما وصلت بالضبط الى الحديده هذه صارت المسافه صفر لهنا من تحت وصفر في السهم هذايا اللي على المتر. وقت اللي نسحبها هكذا مثلا ل 10 سنتيمتر، نخلي بالضبط السهم على 10 سنتيمتر، تصير المسافه لهنا 10 سنتيمتر، 20 20 25 25 وانت ماشي. العرض الداخلي نتاع المكنه هذه عملته خصيصا اكبر من 120 حتى نقدر نقص فيه الاخشاب الاو اس بي. مفهوم؟ مفهوم. من بعده الان مثلا نقرب لكم ونوريكم السهم هذايا ونوريكم الوحده هذيا والمتر، ومن بعد ان شاء الله طوالي نبداو العمليه نتاع الشغل نتاعنا نتاع القص نتاع الورق. هذا هو المتر نتاعنا راكب على الحديده هذه، وهذه هي السهم نتاعنا اللي كيما تشوفوا وقت اللي يكون على 10 لهنا سنتيمتر، يعني 10 اذا كان من بعده 12 يولي 12 الخشبه اللي مش نمررها بالمقارنه نتاعها بالاوبور، يعني بالحديده الجانبيه اللي هي المسطره. الان ان شاء الله هنشغل ونبداو العمل نتاعنا، مش نقص ورقه في الطول. كيما تشوفوا عندي نتاع الخشب الاتش دي اف، مانيش مش نقص قطعه كبيره حتى ما نكثرش الغبره في وسط الغبار في وسط الورش، يعني كيما شفتوا قصيت لكم 16 ملم وغيره. المكنه قويه بتقص اي سمك نتاع خشب حسب مقاس الديسك نتاعها. الان انا بشغلها ان شاء الله وبنشوف. نشوفوا القص نتاعنا الجزء الاول والجزء الثاني، شفتوه منظم اموره واضحه. المكنه اخواني نقدروا كذلك نستعملوها كالقاطعه العموديه، المكنه القاطعه العموديه اللي انا ما نحتاجهاش هنا، لكن نوريها لكم للناس اللي بتحتاجها في المكنه اللي مش تصنعها لنفسها. هي فقط عندما نمر الاوراق نشيل الوحده هذه، عندما مش نقوم بالعمل نتاع القاطعه العموديه نقوم بالترتيب نتاعها بسهوله هكذا. واللي مثلا نقدر نعمل لهنا خشبة من وراها مستقيمة، نعمل وراها خشبة مستقيمة ونصير نحط عليها هي الخشب ونشتغل بها قص هكذا عمودي 90 درجة، أو كذلك نقدر نفتحها من هنا وندورها للناحية اللي كانت عليها في الأول ونصير نقص بها قص 45 درجة. مفهوم؟ مفهوم.